السلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. اسمي مبروكة خدير، أنا باعثة منصة إعلامية بيئية اسمها كوسموس ميديا، تعنى بالبيئة وبالتنمية المستدامة. معكم الدكتورة فاتحة الشرع، إعلامية متخصصة بالقناة الأولى الجزائرية ومجال البيئة والتنمية المستدامة. اهتمامي بالبيئة فيه جوانب موضوعية وفيه جوانب ذاتية. تخصصي هذا لم يكن بين عشي وضحاها، قررت لأنها الموجة تقول هكذا أو الموضة تقول هناك بيئة ويجب الإعلام بيئي. لا بالعكس، أنا تربيت في جزيرة صغيرة اسمها قرقنة، جزيرة حالمة، جزيرة جذابة جدا، ولكن فيها العديد من الإشكاليات البيئية اللي وأنا نكبر كبرت معايا الإشكاليات هذه، وخلتني نقول اليوم يلزمني أنا نكون حقيقة نشتغل على هذه المواضيع البيئية باش ولدي أنا ينجم يتربى في بيئة سليمة. في الحقيقة أنا من ليس فقط أنصار البيئة، ولكن من دعاة الحفاظ على البيئة، لأنه من صفات الله الحسنى بديع السماوات والأرض. لو تأملنا في هذه الكلمة لاكتشفنا ما أعظم هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ووضع ميزانه، ولهذا حتى تستمر الحياة متوازنة، حتى تكون هناك فرص العيش الكريم، علينا أن نحافظ على هذا الكون، علينا أن نستخدم موارده بعقلانية بمسؤولية. فالمؤمن هو من يحب لغيره ما يحب لنفسه. مؤمنة عندي سنوات طويلة أنه اليوم فما ديغراداسيون في الإيكوسيستم متاعنا، وهذاك علاش واجبنا كصحفيين أنه احنا نهتم بالمواضيع هذه من أجل إيصال المعلومة ومن أجل تغيير واقع الناس، لأنه عندي إيمان عميق أنه إذا ضعضعت البيئة متاعنا فإنه جودة حياتنا الكل تصبح مفقودة ونصبح نعاني إشكالية البقاء. يقول الفلسفة أم العلوم، أن نقول البيئة هي أيضا أم المجالات، ورغبة وذلك الحب لمجال البيئة رافقني منذ طفولتي، والحمد لله أني وجدت الوسيلة الإعلامية التي من خلالها أحقق هذه الرغبة. هذاك علاش نرى أن الصحفي اليوم يجب أن ينصهر في مثل هذه المشاغل حتى يستطيع أن يغير واقع الحال بالنظر للإشكاليات المطروحة. التوجه العالمي الحالي هو صحافة الحلول، الجورناليزم دي سوليسيون، يعني مش فقط يبقى الإنسان يكريتيك ويبقى فقط يشوف النقائص، بقدر ما يسعى إلى وجود حلول متاحة يمكن أنها تكون أكسيسيبل لجمهور واسع ويرافق التجارب الناجحة. إني كنت مرأة كان معايا في الكثير من الأحيان، لأنه فما بارشا ناس تدعم المرأة حين تكون امرأة مجتهدة وتعمل بجد وتكل من أجل أنها هي تحقق الذات متاحة. هناك أفكار مسبقة وأحكام نطلقها على الرجل الجزائري. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه يقولوا أنه المرأة اللي تشتغل في الميدان يعني مرأة كذا، هناك عدة تأويلات، لكن بالعكس والله الرجل الجزائري التي تحترم نفسها يحترمها مساعدة. وأعتقد أنه وجودي في مناخ كما تونس خلاني حقيقة كامرة النجم ننجح في العديد من الأشياء، لأنه فما انفتاح، لأنه المرأة عندها مكانتها، وربما لأنه تنشئتي وتربيتي داخل العائلة متاعي أعطتني كل الحصانة حتى أستطيع أنه أنا نكون امرأة فاعلة في المجتمع. كل بقعة مشيت لها في الجزائر إلا ولقيت الاحترام والدعم، وهذه تحية احترام للرجل الجزائري وطبعا للمرأة. أنا قلت الرجل لأنه فعلا دائما احنا نتخوفوا لما نزول الميدان كيف هي نظرة الرجل، تعامل الرجل. أنا فيديو جورناليست و15 سنة التالي ما كانش فما برشا نساء يهزوا الكاميرا ويمشيوا للميدان ويصوروا في الميدان، فكان التحدي كبير ولكنه تحدي جميل جدا أنك تثبت روحك في ظل هذه التحديات، هذايا في حد ذاته دفع جديد إلى الأمام. الإعلام البيئي هو فيه مصطلحات علمية، فيه مفاهيم علمية. أنا كل الضيوف اللي قابلتهم خلال مشواري في الجزائر تكوينهم باللغة الفرنسية، تلقي أحسن المتخصصين خصوصا لي بيوني الجيل الأول متكون كل باللغة الفرنسية. صعب جدا أنك تجيبيه
في حصة باللغة العربية، وأنه كما نقولوا إحنا يبحث عن كلماته وبهذا يخرج الخطاب بتاعه كأنه تعبان شوي. لكن مع الوقت والحمد لله نشوفوا أنه حتى الباحثين والمتخصصين بدأوا يخرجوا من القوقعة نتاعهم، ولو يتواصلوا كثير، فهموا أهمية الإعلام، فهموا أهمية الكوميونيكيشن. ولهذا تلقاه لما يجي للاستوديو أنا نقول له feel free، يعني دائما أنا كل يضحكوا من هذه العبارة نقول له كن مرتاح، اتكلم لي باللغة أو باللهجة أو بالشيء اللي تحس أنه يوصل الرسالة نتاعك. ما فما برشا ناس اللي عندها إحباط من القطاع متاعنا وتقول إنه صعيب وكذا. أنا نحس إنه إذا اشتغلنا بالكدا وأثبتنا جدارتنا وطورنا مهاراتنا، أنا كل نهار نتعلم حاجة جديدة، وتطوير المهارات وإنك تكون بوليفالون يفتح أمامك العديد من الأبواب. النصيحة الأولى هو أنك لا تنغلق على نفسك. ما معنى ذلك؟ مش من العمل إلى البيت أو إلى الميدان، لا، يجب أن تكون ضمن نوادي. مهم جدا أنك تنخرط في نوادي عالمية أو محلية أو وطنية، مهم أنك دائما تكون تشتغل مع الشبكة، هذا ينقذك من الروتين. ثاني شيء كثرة المطالعة، كثرة المطالعة، لأنه مش ممكن أنه اليوم مثلا تتكلم على التنوع البيولوجي البحري وانت مش عارف ما هي آخر تطورات، لقاءات عالمية، اتفاقيات، صراعات، مثلا أصناف انقرضت، أصناف تكاثرت بشكل مفرط. كثرة المطالعة، لازم تكون عندك ملفات في المنزل. والصحافة حاجة تقربك من الناس، تحسك أنه كل نهار تعيش حكاية، وفيها برشة ديناميكية، فيها برشة تنقل، فيها برشة قصص إنسانية تتبادلها مع الآخرين. فالصحافي طبيب نفساني، الصحافي هو الدواء والعلاج، الصحافي هو الميدان اللي نجم يوصل، الصحافي هو لا جينيروزيتي، هو لا كيريوزيتي، هو الإنسان السوسيابل، هو لاتر هومان على انتيريور دو نو. كن صادق وكن متواضع وكن مثل المثل يقول الأرض الواطئة تشرب ماءها وماء غيرها. وتأكيد أكيد التخصص الحاضر للتخصص والمستقبل للتخصص، وستبقى البيئة مثل ما هي الحاضنة التي نعيش فيها، فتبقى هي أيضا الاهتمام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولأنه البيئة أنثى، ولأنه الطبيعة أنثى، أعتقد أن الأنثى تنجذب دائما لكل ما فيه حياة، والحياة بيئة أو لا تكون.